وزارة الصناعة تقطع شوطا مهما في برنامجها الحكومي وتطور خطوط إنتاج معداتها، أبرزها محولات توزيع كهربائية وأجهزة تبريد ومطافئ حريق ومعدات طبية وغيرها. الشركة العامة للصناعات الكهربائية والإلكترونية أكدت نجاحها بتسويق هذه المنتجات إلى المؤسسات العامة فضلاً عن توفيرها البيع بالتقسيط بالنسبة للموظفين. بالنسبة للقطاع العام كمنتجات عندنا محولات توزيع مختلفة القدرات، سيف خاتم، الإنارة، الأكسجين. قرار الشركة بأنه نبيع بالأقساط إلى موظفي الدولة حصراً وبالتقسيط لمدة سنة كاملة على المنتج. القطاع الخاص عندنا المكيفات، عندنا الإنارة، عندنا السخان، عندنا ضواغط الهواء، الموردات، المراوح. في هذه المعامل التابعة للشركة العامة للصناعات الكهربائية تنتج المبردات والسخانات بمواد أولية خام وبأيد عراقية. هنا بهذا الخط التصنيعي يجري العمل بوتيرة متصاعدة لتجهيز وزارة الهجرة والمهجرين بأكثر من 1000 مبردة. المبردة اللي تنتج من خلال الصناعات الكهربائية والإلكترونية بها فترة ضمان لمدة 6 شهور، بها واتر بام إضافي زائدا الملحقات الكاملة بها. إذا يصير بها عطل خلال هاي فترة 6 شهور، إحنا كفيلين بعملية إبدال المحرك أو أي جزء يعطل بها. المصنع يضم مجموعة من المعامل اللي هي معمل الأكد اللي يكون إنتاجه السخان الكهربائي بسعته 80 و120 لتر. تشجيع الصناعة الوطنية بحسب مختصين يسهم بنقل الاقتصاد العراقي إلى مكانة أفضل من خلال تنويع مصادر الدخل وكذلك خلق منافسة مع المنتج الأجنبي من حيث الجودة والمتانة والضمان. سجى جاسم، العراقية الإخبارية، بغداد.